الاستعدادات التي تشهدها مناطق في محافظة شبوة هي إشارة أخرى لمعركة قادمة سيخوضها الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ضد قوات الميليشيا والمخلوع من شأنه تحرير مديريات عسيلان وبيحان. المعركة هناك يجري الحشد لها بأعداد كبيرة من اللواء 19 مشاة وأفراد المقاومة الشعبية، ويحمل ذلك الحشد والاستعداد رسائل كثيرة بأن المعركة باتت على وشك الانطلاق. الهدف هو دحر الميليشيات الحوثية والعفاشية من محافظة شبوة كاملة سواء كان في الداخل أو في الخارج. نحن قادمون على معركة فاصلة وإن شاء الله أننا منتصرون. تلك التحركات على الأرض يرافقها استمرار التدريبات العسكرية لأفراد المقاومة من شأنه مشاركتهم في العملية العسكرية التي من المتوقع أن تنطلق خلال المرحلة القادمة. وإننا وعبركم ننادي من تبقى من رجال هذه المديرية بالتوجه والالتحاق بصفوف المقاومة من أجل أن يودوا عملهم الوطني والديني في هذه المديرية. ولم تقتصر الاستعدادات على هذه المعركة، بل إن قوات في ألوية عسكرية أخرى تشهد تحركات وتدريبات مكثفة لترتيب الأوضاع وحماية سقوط المحافظة في قبضة الميليشيا والمخلوع. الجاهزية القتالية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدت واضحة وتنتظر ساعة الصفر لخوض معركة تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا وقوات المخلوع.